السلام عليكم. قبل بداية المقطع أتمنى تنسون تحطون لايك وتشتركون بالقناة على مود تشجعون نشر المزيد. مقطع خمس معلومات عن وسام تيكت. المعلومة الأولى، وسام تيكت يمتلك قناتين غير قناته حاليا اللي هي فافانابولي. القناة الأولى بعنوان وسام تيكت القديمة، والقناة الثانية وسام جيمينج. ولكن قناته اللي هي وسام تيكت القديمة أتوقع أنه يتركها بسبب سترايك إكلة من شخص مغني انتقده على القناة الأولى. وبالنسبة لقناة تيكت جيمينج أتوقع أنه تركها لأنه الدعم عليها جدا ضئيل، ولكن أتمنى صراحة أنه يرجع للتيكت جيمينج على الأقل أنه يقدر ينزل محتوى جدا سهل عليها يعني، وبنفس الوقت أسلوبه باللعب صراحة جدا جميل. حاط لكم رابط قناة الاثنين هذول بالوصف. المعلومة الثانية، وسام تيكت القديمة مش ما تشوفون ماكو عليها اي فيديو، لكن تقدرون تشوفوها عن طريق الرابط اللي ححط لكم اياه بالوصف جميع المقاطع السابقة لوسام. وبنفس الوقت طبعا هو انتو اذا دخلتوا على القناة راح تلقون بالقوائم التشغيل اللي هي المقاطع الفيديو مالته، فتقدرون من عادها تشوفون المقاطع، لان هو اساسا حاط غير مدرج، يعني ما حاطها خاص ولا ماسحها، حاطها غير مدرج واللي هو ما تقدر تشوف المقطع اذا ما يكون عندك الرابط مالته، ولكن هو على الاقل حاططهم قائمة تشغيل فحط تقدر تشوفهم كلهم يعني. وسام تيكت اشتغل ويا حوالي 7 بنات، ولكن 4 من عندهم فقط اللي شغل يعني وياهم فترة طويلة، ولكن 7 واللي هم كانوا عفراء وياسمين وبيسان ومريانا والدكتور اللي هي صورت وياه كم حلقة، ووحدة أجنبية أيضا صورت وياه كم حلقة، ولكن إنه هم مش دائمين، مجرد صوروا ويا حلقات، ولكن للدائمين هم كانوا 4 وصور وياهم بشكل كثير. طبعا عفراء طلعت وياسمين طلعت. المعلومة الرابعة، أول بنت اشتغل معها وسام تيكت ويا عفراء وكان يمتلك وقتها 100,000 مشترك. بعد ما اشتغل ويا عفراء قناته حوالي وصلت إلى 700,000 مشترك، إلى أن جاءت اللي هي ياسمين، كان 700,000 مشترك إلى أن حاليا وصل إلى 4,500,000 بعدها خرجت ياسمين. المعلومة الخامسة والأخيرة، كم يربح فافانابولي أو كم تربح قناة فافانابولي من اليوتيوب؟ طبعا اللي هي قناة وسام تيكت، طبعا الله يوفقه ويزيده، يربح بالشهر الواحد 75,000 دولار، يعني تطلع بالعراقي حوالي 100 مليون عراقي، ويربح بالسنة حوالي 900,000 دولار أمريكي. طبعا هو بالشهر الواحد يزداد 160,000 مشترك ويزداد حوالي من 18 إلى 20 مليون مشاهدة بالشهر الواحد على حسب فيديوهات. طبعا أكو فيديوهات ينزلها مشاهدات تزداد بشكل كبير وأحيانا تقل. وبس يا شباب، لهنا وصلنا لنهاية الحلقة، اتمنى الحلقة عجبتكم، واذا حابين نسوي الجزء الثاني على الوسام او اذا حابين شخص ثاني يسوي عليه معلومات كل ما عليكم تكتبون اسمه بالكومنتات وان شاء الله حنسوي لكم معلومات عنه. وبس، كان ياكم فهد زين من قناة مملكة القصص، لا تنسون لايك واشتراك بالقناة. مع السلامة.